او بتبتدي اقول لها عشان تلاقي ايه طب تاني معلش يا دكتور بس مبرونا كده الجدول التاني مبيعات عدد التلفزيون زياده حجم معين بتبوظ مبيعات ايه يا دكتور اجهزه التلفزيون مبيعات عدد من اجهزه التلفزيون زياده حجم معين بالبوصة حسب الزوايا المركزيه لكل حجم ماشي والرقم العادي بقى عشان ايه الرقم العادي بقى ايه حجم التلفزيون بقى الاحجام العادي 14 16 20 50 حجم التلفزيون 14 16 20 50 خلاص تمام طيب الزوايا المركزيه كام بقى بحول الزوايا 72 الزوايا المركزيه 72 144 72 تاني يا دكتور الزوايا المركزيه يا محمود انت كان زمانك خلاص محمود انت بتسرع اللاب ولا ايه 108 هات الهارد ديسك 108 ده انت مكانك ورا لا اكسر بعد كده ارسم شكل اعمده وقطع قرارات الاجهزه المباعه ارسم شكل اعمده يوضح تكرارات الاجهزه المباعه يبقى انا الفكره كلها هزود على يعني هعمل جدول زي دوت هزود عليه عمودين طبعا انا عايز اوصل في الاخر التكرار العادي بس الزاويه المركزيه ما بتدينيش تكرار الزاويه المركزيه هتديني تكرار نسبي يبقى انا هحلها على مرحلتين الزاويه المركزيه دي احولها لتكرار عادي انا في حاجه مش فاهمها احولها لتكرار عادي ازاي بقى عكس المعادله يعني عكس المعادله بيقول لي ايه الزاويه المركزيه عباره عن ايه التكرار 62 طب انا جايب الزاويه والرقم ده ثابت طبعا ثابت في المعادله عايز اجيب دوت يبقى تعمل ايه التعامل ده موجود والتعامل ده موجود ماشي يبقى عايز تكون النسبي تقسم الزاويه على 62 تقسم الزاويه على 62 اقسم بقى يلا اقسم دوت كل زاويه ايه 62 يلا انا طبعا معيش انا بنحل اهو يلا اشتغل معانا يا يلا يا جدعان اللي معايا قال اقسم 2 من 10 و4 من 10 كام ده؟ ده كام؟ 2 من 10 2 من 10 و4 من 10 2 من 10 2 وبقى 2 من 10 2 من 10 هو كده كده النتيجه لازم تكون 4 من 10 4 من 10 لسه الحلقه قدامي شويه لا مش كمبيوتر الدكتور لسه التليفون مع حد لا عدد نسوى على الهيئة هي لسه التليفون من 10 مين الدكتور مين قول لي مين الدكتور ماشي 2 من 10 بعد كده كام؟ 4 بعد كده 3 بعد كده خلاص بقى لا هو مش 4 4 فين الرابع بيشيلها تكرار نسبي واحد بقى واحد هو انتوا بتحللوا يعني ولا بتجيبوه كده من طيب
اوكي المجموع لازم يطلع واحد طبعا. طيب هنعمل تكرار نسبي يساوي ايه؟ تكرار نسبي التعريف بتاعه عباره عن ايه؟ التكرار العادي على ايه؟ على المجموع في العادي على المجموع على مجموع تكرارات اللي هو حجم العينه اللي هي ال ان يعني التكرار النسبي في المجموع اللي هي ال ان يعني خلاص؟ انا اجيب لك التكرار النسبي وعندك ال ان دي موجوده اهي ب 100 عايز تجيب دي يبقى تضرب يبقى 2 من 10 في 100 اضرب بقى تكرار في 100 يبقى كام؟ 20 يبقى 20 40 30 10 حتى 100 عشان تبقى على طول 20 40 30 10 20 40 30 خلاص يا زين بقى شكل اعمده هتعمل شكل اعمده اهو صدقيني والله ثواني بس لو لسه بالدايره انا حسب دايره 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 ارسم انا جايب لك الجدول ده ارسم منه شكل اعمده شكل دايره اقل من 5 كان عايز يرسم بس عادي طيب ما تكرار لا انا طالب بقول لك ارسم شكل اعمده يوضح تكراراتك المبيعه يعني انا معايا التكرار يعني هترسم الاعمده بتكرار العادي عايز اجيب التكرار العادي اضرب التكرار النسبي في المجموع طب ما انت لو شكل النسبي ده او ده اسكت بس شكل بس دايره وبس بقى ترسم العمليه اه بس كده خلاص طيب يلا نعمل بقى ايه خلاص بس لازم يا دكتور دكتور احنا تمام كده مش مشكله تمام دكتور هنا هحط الاولاني وحط التكرار عشان عشرين اسمعنا اخترنا الشكل المميز اللي هي الدايره 30 10 30 تكرارات اقل من 5 وبعد كده 30 طب ما هو قال عدد التكرارات اقل من 5 انت هتمثلها في اعمده بس عادي مساله هي عشان هو جايبها لك بدرجه الاعمده بتاعتك زوايا ماشي فالناس اللي هي هترسم بيها ايه؟ لا ان شاء الله انا مش عايز ارسم الاعمده انا الاشبال ماشي هنحاول بقى ندي لان الموضوع بتاع المدرج ده والمظله هياخد وقت طويل جدا فهنقسم هنهدى شويه تعالى بقى عايز اعمل عرض بياني لمتغير كما متصل هناخد طريقه ايه بقى دلوقتي؟ طريقه المظله تكرار ده الهستوجرام هناخد طريقه الايه متغير كم متصل في الفيديو هناخد ازاي نعمل عرض بياني لمتغير كم متصل وهناخد اول شكل في المجموعه ديت اللي هو الايه هقول في الفيديو وهسيحك لا احمد يا خالد مفيش مشكله يا امين على فكره هو شكل اعمده بس فرق وحيد ان الاعمده متلاصقه بس بعضيها بس خلاص تاني بتاع الشكل المدرج التكراري هو عباره برضه عن مجموعه من الاعمده او المستطيلات بس ايه الفرق الوحيد بينها وبين شكل الاعمده اولا ان الاعمده دي بتكون متلاصقه تاني حاجه لازم احط لها سكيل على المحور ايه لان بنتكلم على متغير كمي يعني يعني الفئات على المحور الافقي دي لها معنى فلازم احط لها سكيل على الايه على المحور الافقي طيب تعال ناخد مثال هي ايه الطريقه معلش يا دكتور هنرسم بيها بس المدرج ايه بقى المعنى طيب بس عشان انا
المسألة هنا واقعة عندي او مش معايا حتى مش معايا الجدول بتاعها خلينا معايا معلش او هنا طب طب فين انا هنا ناخدها المرة الجاية او مش موجودة اوكي اوكي يا سيدي لا المرة يعني اسمه بس انتوا بس على فكرة هم طب ما نلغيها يا دكتور نلغيها لا ما احنا المسألة اللي فاتت المسألة اللي فاتت مش احنا عملناها اللي حولنا البيانات بتاعت الايه كانت اجور حولناها لجدول تكراري ده عايزين نسمي المضاربة عشان ثلاثة تمر في الصبورة مش خليناها؟ اه طيب عايزين يعني نسمي المضاربة حد بس يقول الجدول اللي كانت تكراراته ايه؟ الجدول اللي كانت فرقة كانت تكراراته ايه؟ لاحظ ان بتاعت السي اس بتقلبنا الجدول اللي كانت فرقة كانت تكراراته عامل ازاي؟ كان ايه؟ كم والتكرار ايه؟ 26 كم؟ 35 35 44 بعد كده 44 53 بعد كده عايز اسم مضاربه دي ده جدول تكرار الجزئيات عايز احول الجدول دوت لايه؟ لمضارب طيب خلينا بس نعرف برضه ايه الاهميه المضارب يعني الميزه الاضافيه اللي هيديها لي شكل المضارب على شكل الجدول التكراري اولا المضارب التكراري ماشي بيساعدني ان انا اتعرف على المدى اللي بتنتش عليه البيانات بمجرد النظر المضارب التكراري بيساعدني ان انا اتعرف على المدى اللي بتنتشر عليه بيانات بمجرد النظر ده اللي هو قاعده صح لا قاعده صح بيشوف القاعده من ايوه تاني حاجه المضارب التكراري زي ما انت عارفين بيسمح لي ان انا اخدها ان انا اعمل مقارنه من ايه من الاهميات النسبيه الاهميات النسبيه للاوجه اوقات متغير يسمح لي ان انا اعمل مقارنه ايه الاهميه النسبيه لفئات او اوجه متغير المضارب التكراري بيساعدني على حاجة اسمها أعرف فين أماكن تراكز البيانات. بيساعدني على معرفة أماكن تراكز البيانات. تمام؟ طيب. والمضارب التكراري بيساعدني أحدد إيه؟ حاجة اسمها الالتواء. أنا طالب عشان. حاجة اسمها طبيعة الالتواء في البيانات. طيب. تعال نشوف المضارب التكراري ده هتعمل إزاي؟ أولاً المضارب التكراري بيتوقف طريقة رسمه على إذا كان حاجة بيسميها جدول منتظم ولا جدول غير منتظم. يعني ايه جدول منتظم قلنا كده اطوال فئات متساويه يعني هنا اطوال فئات دي ايه دي متساويه يعني خلينا ناخد اهو هناخد مثالين المثال الاولاني لا اطوال فئات يبقى عايز اعرف المضارب التكراري واطوال فئات متساويه طيب يلا اللي انا قلتها حضرتك الاولانيه صح لان احنا المره اللي فاتت عدلنا خلاص مش تفرق اصل اهم حاجه خلاص دي كده مش حاجه مجموع 40 هم مجموع 40 زي خلاص مش تفرق طبعا مجموع 40 يعني خليها بس نحط عليها طيب خلاص طيب نبدا كده اهو نحط ايه محورين تمام هنا الفئات بقى الفئات المحدده مش انا بقى مجرد انا اختار بمزاجي بالمسطره لا قواعد الفئات عادي متحدده طولها كام كل فئه طولها كام 9 9 طيب خلاص يعني اول فئه مثلا اهي اوكي 26 بكام 35 يبقى دي مثلا طول او مثلا طبعا بتعمل بالمسطره يبقى انا احسب مثلا ان دي طولها مثلا كام 9 سم 26 كام دي 35 ايه ممكن تسيب او من البدايه برضه من هنا لا بس هنا خد بالك انت عشان كفي لا خلاص مش هتفرق لا خليها من اول فئه سيبك من يعني ايه هتمشي كده مسافه يعني وتبدا من اول هنا خليها من البدايه الاولانيه تبقى كام 9 سم طيب الفئه اللي بعديها 35 تبقى لازقه فيها خد بالك يعني بعديها برضه تبقى 9 سم كمان هتبقى 9 سم كمان تديني كام 44 واللي بعديها 9 سم كمان تدينا كام 53
9 سنتي ايه؟ هو ده الفرق ما بينهم يا دكتور صح؟ ايوه البنيه دي قواعد قواعد متساويه كام احنا قلنا 26 35 44 53 53 بعد كده 53 62 71 80 71 بعد كده 79 بعد كده 80 89 80 89 خلاص؟ طيب بنفس الطريقة برضو القواعد بتمثل في الحالة دي أطول فئات القواعد قال كل عمود بتمثل طول الفئة وطبعا هنا أطول فئات متساوية ماشي؟ الارتفاع بيمثل لي ايه؟ ارتفاع العمود بيمثل التكرار طبعا نحط هنا الورد سكيل مناسب خلاص ممكن المشية دي من واحد لكام أو المشية اتنين اثنين اثنين أربعة ستة ثمانية حلو كده صح كده ده الحبل 12 10 يا عم خلاص حلو كده مش هي صح مشات الناس اهي مشات الناس وعمل حاجه طب ايه رايك ليها واحده اول واحده كام 3 3 هنا بتتكلم ليه دلوقتي اللي بعديها كام 4 4 كده اهو تقريبا اللي بعديها كام 7 تقريبا هنا اللي بعديها 7 اللي بعديها 12 اللي بعديها حامل عمود ال 10 12 اللي بعديها 12 اللي بعديها كام 5 5 4 5 دي 4 ايه ده 4 اه هنا يعني ايوه بعد ال 5 5 لا 4 4 4 4 نفس الصوره 4 دي بس هو ده شكل مدرج التكرار يبقى عباره عن مجموعه من الاعمده او المستطيلات القواعد بتاعتها بتمثل لي اطوال الفئات في الحاله دي القواعد او اطوال الفئات متساويه وارتفاع كل عمود بيمثل لي الايه تكرار الفئه طيب نيجي بقى للسؤال المهم هل الشكل دوت بيعكس لي الاهميه النسبيه للفئات او بيخليني اعرف اقارن بين الفئات واشوف الاهميه النسبيه بتاعتها ولا لا طيب انا قلت لكم زي شكل العامله طالما انا عندي القواعد متساويه القواعد متساويه ممكن ابص على طول للتكرار ممكن ابص على طول للايه للتكرار طيب التكرار هنا هي المسافه تكرار. اللي في الاول دي بنحسبها حزب معين ولا اي مسافه انا اي حزب بتاع ثاني المسافه الاول اللي في الاول قبل اول المسافه دي المسافه دي قبل اول عمود قبل اول عمود لا اختيار لا باختيار اه خليك بس من اول من بعد اول عمود تسيب دايما مسافه ثابته وليكن مثلا 9 سم خلاص طيب تعال نشوف دلوقتي الشكل ده بيقول لي ايه لو انا هقارن بالتكرارات العاديه لو انا هقارن بالتكرارات العاديه بيقول لي ايه الفئه اللي هي كام عشان تعال نرقمهم بس عشان بس ايه بيبقى سهل دي اسميها ايه الفئه يعني نمبر 1 دي الفئه الاولانيه دي الفئه الثانيه دي الثالثه دي الرابعه دي الخامسه دي السادسه دي السابعة. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا من مزايا اي شكل بياني جيد ان تتناسب ايه؟ ان تتناسب ال بتاع دوت او ان الشكل بتاعي انا اسف ان الشكل بتاعي يعكس لي او يعبر لي عن الاهميه النسبيه للفئات. طيب تحديدا بقى في شكل الاستجرام عشان احافظ على الاهميه النسبيه للفئات لازم حاجه بيسموها ايه تتناسب خد بالك انا بتكلم في المثال ده لازم يحصل تناسب ما بين الايه ما بين مش ده يعتبر العمود ده كان مستطيل يعني اقدر اجيبه مساحه لازم يحصل تناسب ما بين المساحات والتكرارات تاني علشان اللي جاي يحافظ اعملها لكم طيب لكي يحافظ اكتبوا كده لكي يحافظ هذا الشكل اللي هو شكل ده المدرج التكراري على الاهميه النسبيه للفئات لابد ان يا جماعه لكي يحافظ هذا الشكل على الاهميه النسبيه للفئات ماشي لابد ان تتناسب ايه بقى لابد ان تتناسب مساحات الاعمده مع التكرارات
مساحات الاعمده مع ايه تكرار تاني يكلف محافظ هذا الشكل على اهميه نسبيه للفئات لابد ان تتناسب تكرارات مع مساحات الاعمده التي يتم انشاؤها. طيب دكتور هي البيانات دي كده وصفي ترتيبي صح؟ دي وصفي كم دي كم هي كم مش مش عم تحكي فئات من كذا الى كذا ودي في الفئه دي عباره عن ايه ارقام مش فئات وصفيه لا متغير كمي. اوكي طيب تاني نقول تاني نقول تاني احنا قلنا احد القواعد التي بنراعيها عند رسم الشكل البياني ان يحافظ الشكل على الأهمية النسبية للفئات. في الحالة دي بقى في الحالة دي وعند رسم المدرج التكراري لكي يحافظ هذا المدرج التكراري على الأهمية النسبية للفئات لابد أن تتناسب التكرارات مع المساحات. يعني إيه معنى الكلام دوت؟ يعني إيه معنى الكلام دوت؟ الكلام ده ملوش معنى. خدوا بالكم هنا عندي إيه؟ هنا عندي إيه؟ هنا عندي ارتفاع اخد بالكم عشان انا عندي القواعد القواعد هنا متساويه ارتفاع كل عمود ارتفاع كل عمود هو نفسه التكرار ارتفاع كل عمود هو تكرار ارتفاع كل عمود هو تكرار تمام كده. طيب انا بقول ايه عايز احقق علاقه التناسب ما بين الايه ما بين المساحات والتكرارات. يعني من الاخر عايز ايه عايز القاعده تساوي التكرار انا عايز احقق حاجه علاقه بتقول لي تناسب ما بين المساحات مساحات كل عمود والايه والتكرارات. طيب يعني ايه معنى الكلام دوت خلوا بس نفهم يعني ايه تناسب مساحات التكرارات. يعني انا عندي دلوقتي ايه مبمود اعمده صح كده مبمود اعمده ماشي. طيب مبمود اعمده انا عايز اعمل ايه بقى خلي تناسب بينهم. ايوه انتوا عارفين اصلا يعني ما له علاقه التناسب يا جماعه عارفين يعني لما اقول لك مثلا عندي يعني طب ده عكس ده التناسب ايه يعني ده متغير وده متغير لما اقول لك مثلا متغيرين واي واكس بينهم علاقه تناسب. يعني ايه بينهم علاقه تناسب؟ يعني مثلا المتغير واي عباره عن ايه ثابت معين مضروب في الايه مضروب في الاكس مضروب في المتغير اسمه اكس هي دي علاقه التناسب. تاني التناسب معناه ايه تناسب بين المتغيرين مثلا اسمهم واي واكس او هنا خلي واي مثلا اللي هي ايه خلي الواي اللي هي المساحات بترمز المساحات والاكس اللي هي بترمز التكرارات. يبقى لما بقول ان في تناسب بين المساحات والتكرارات معناه ايه ان مساحه كل عمود هتبقى عباره عن رقم ثابت ثابت مضروب في تكرار او بمعنى اخر لو عايز يعني تجيب دي حاجه ثانيه لو قسمت مساحه كل عمود على تكرار هيديك رقم ثابت في كل مره هيديك نفس الرقم. ايوه اللي هو اي كان رقم هنا ايا كان يعني تاني لو قسمت مساحه كل عمود مساحه كل عمود على التكرار هيديك رقم ثابت والرقم دوت هيفضل ثابت على كل الاعمده. الجدول المنتظم ايوه ما عداش الجدول المنتظم يعني تعالى نعملها بيانات يعني نقسم التسعه على التكرار نقسم التسعه اقسم مساحه كل عمود على تكرار هيديك رقم ثابت على امتداد يعني على اختلاف الاعمده. طب ايه بقى هي مساحه كل عمود؟ ما هو ده في العرض طول القائم. تعال نجرب كده العمود دوت تسعة في الجدول المنتظم بس تسعة كام؟ 27 دكتور 27 ثواني بس ده في الجدول المنتظمه بس ما ينفعش ايوه مجهول قاعده في الجدول المنتظمه لسه انا ما اللي انا اللي هختم المحاضره النهارده الجدول المنتظمه الجدول بقى المنتظمه دي ليها قصه ثانيه الوقت مش هتسع دهانيات هنشرحها المره الجايه. 27 على كام بقى؟ على 40 يعني يا جماعه اقسم المساحه على 3 على تكرار الفتره بس تسعه ليه ايه هو ده صح. طب ما انا لما اكون عشان اتاكد انا بقول اتاكد يعني تشيك انا بقول لك تشيك عايز تتاكد ان الشكل دوت بيعكس الاهميه النسبيه للفئات لازم الاهميه النسبيه دي توضح ازاي انك انت يكون في تناسب ما بين المساحات والتكرارات. بمعنى لو قسمت مساحه كل عمود على تكرار هيديك رقم ثابت اللي هو طول القاعده مش ثابت. الثاني مساحه العمود دي كام؟ 36 36 على التسعه
36 على 4 24 دي يا دكتور. 24 دي اوكي. طول طول في عرض يا جماعه عمود ده مستطيل طول اهو ايا كان دكتور يعني انا بضرب 9 في الرقم وبعدين بقسم على 9 تاني. ايوه العرض عشان كده هو عرض وطول. ايوه انا الفكره كلها بقول لك عشان انا عشان يعني علاقه التناسب ديت هتتحقق ازاي؟ علاقه تتحقق ازاي؟ انك انت لازم لما تقسم مساحه كل عمود لو قسمته على التكرار بتاعه هيديك رقم ثابت ورقم ثابت دوت هيبقى نفسه في كل العامله. ايوه في الحاله دي رقم ثابت دوت اللي هي ما بين هو دكتور لازم يديني الرقم ثابت عشان الجدول منتظم فهو لازم يديني الجدول. ايوه ماشي. انا يا جماعه انا مش بعمل حسبه جديده. انا بقول لك ده اسمه تشيك 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 ان رسم البيان بتاعك العمود بطريقه صح يديني ايوه ماشي. بقول لك لو انت بياخد مقياس رسم عشان يشوف ايه اكبر حاجه عندنا عشان نحس ان مقياس الرسم يكفي لكل. لا انا بقول لك يا جماعه وسيله حقق منها ان الشكل البياني دوت بيعكس لك الهامين سبير فيه ازاي ان يبقى ليه بيبقى فيه تناسب ما بين المساحات والتكرارات. يعني لو قسمت مساحه كل عمود على تكرار هيديك كل مره نفس الرقم في كل مره. يعني هنا ده 9 هنا ده 9 هنا هيديك كام؟ 9 9 في 7 ب 56 صح؟ 9 في 7 ب 56 56 على 7 نقسمه على كام؟ على 7 56 على التكرار على التكرار على 7 في 9 هتلاقي. طيب تخيل بقى لو اطوال القواعد مش متساويه نشوفها في الخلاقه بنقسم على التكرار ايوه ده دي وسيله يا جماعه تشيك انا بقول لك انا بقول لك انت هنا الشكل الباقي دوت في حاله الجدول المنتظم عشان انا بقول عشان يعكس الاهميه النسبيه للفئات لازم تحصل حاجه اسمها تناسب ما بين الايه؟ المساحات والتكرارات. ازاي تحصل عمليه التناسب ديت؟ انا بقول لك لو قسمت مساحه كل عمود على تكرار هيديك رقم ثابت في كل مره نفس الرقم الثابت في كل مره. المره الجايه طبعا مش هتحقق الرقم مش هيديك الرقم الثابت في كل مره ده مختلف طبعا مش ده. طيب خلاص نعم يا جماعه بص يا جماعه طيب خلاص يا جماعه اصبروا يا جماعه اصبروا يا جماعه اسمعوا خلاص كده كده اتاكدنا ان الشكل ده المفروض بيعكس الهامين السبير الفئات. تعال بقى نعبر عن الهامين السبير. قلنا الهامين السبير بنعبر عنها بايه؟ بحسب التكرار النسبي. طيب تعال نجيب التكرار النسبي عشان نتاكد بس عشان نتاكد ان ده ربع ساعه خلاص خمس دقايق صلي بس يا دكتور خلاص هخلص صلي يا سيدي المغرب العشاء مش هتيجي انا اعرف طيب احسب كده التكرار النسبي احسبه 3 على 40 التكرار على طول اللي فات صح؟ اه ايوه زي ما تطلع حد يعني عايز حد يحسبوا لي يحولوا لي رقم 10 يا جماعه بسرعه 4 2 1 واحد بس يا جدعان 7 واحد من 10 او اقول لك ما تعملوش كله خلاص عشان ما تعملوش كله. انا عايز تحديدا تقولي لي ايه هو الفرق بين واحد صحيح كله زي بعض بص كده 7 و12 10 6 لا مش هطول حاجه خلاص احسبي لي ده احسبي لي ده احسبي لي ده وده 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 5 على 40 4 على 40 كام 1 من 10 خلاص 1 من 10 اللي هو مش في 1 من 10 صح 44 طيب بعد كده 5 على 40 كانت كام بقى؟ 12% بس ده نزلنا ايه؟ مش عايز كل برجع اسامحك انا عشان 5 5 4 5 خلاص 12 12 خلاص كده طيب لا وتاني واحده 4 9 طيب احنا قلنا الاهميه النسبيه بعبر عنها بالتكرار النسبي. طيب وفقا لمفهوم التكرار النسبي الفئه الاولانيه من حيث الاهميه الفئه كام اسف الفئه الثانيه اهميتها هي نفس اهميه الفئه الكام؟ السبعه صح؟ من الجدول ده يعني الفئه الكام هنا الفئه الثانيه والسبعه الفئه الثانيه اهميتها هي نفس اهميه الفئه السبعه صح؟ تمام كده؟ والفئه الكام؟ والفئه الخمسه
خلاص ده مفهوم العمليه التسويه من الجدول. طيب عايز اجيب بقى اشوف الكلام دوت. خد بالك نفس الاهميه النسبيه، نفس الاهميه النسبيه، يعني الاهميه النسبيه للفئه الثانيه هي نفسها، لا نفس الاهميه بتاعت نفس الاهميه بتاعت الفئه السبعه، والاهميه بتاعت الفئه الخامسه هي نفسها نفس الاهميه بتاعت الفئه السادسه. طيب يا دكتور، طيب نعم، لو هتحط لي سؤال على دي الاهميه النسبيه بتاعتك هيبقى ايه السؤال؟ لو حضرتك رسمي بياني هيبقى ايه؟ خلي بس عشان افهم سؤال؟ لو بطريقة عشوائية حتى قولهولي، لو هتحط لي سؤال عن النقطة دي هيبقى ايه مضمون السؤال؟ في سؤال هنحله المرة الجاية، في سؤال والله حصل حلو المرة الجاية، خليني بس انا مش هحط سؤال على ال في الغالب مش هحط سؤال على ال أعرفه، بس يعني سؤال في الغالب هيبقى تركيزي على المطلق. طيب أقول لك سؤال معايا جاهز، هنحله مع بعض المرة الجاية، في سؤال هنحله المرة الجاية. ركز بس وشوف. طيب يبقى الفئة الأهمية النسبية للفئة الثانية هي نفسها الأهمية النسبية بتاعت الفئة السابعة، والأهمية النسبية للفئة الخامسة هي نفسها الأهمية بتاعت الفئة السادسة. طيب تعالوا نشوف المساحات. يعني يا دكتور أنا أعلق بعد الحل بالطريقة دي لو يا جماعه افهموا بس يا جماعه الاول، سيبوا السؤال دلوقتي خليه بس يفهم نفهم يعني ايه معنى الاهميه النسبيه. الاهميه النسبيه قلنا بنعبر عنها بالتكرارات النسبيه. التكرارات النسبيه من الجدول دوت بتقول ان ايه؟ ان الثانيه زي السبعه صح؟ والفئه الخامسه زي السته. طيب هل الشكل دوت، هل الشكل المدرج بيعكس لنفس الكلام دوت؟ اكيد. هنتاكد من الكلام ده ازاي؟ بالمساحات. يعني ايه بالمساحات؟ احسب مساحه العمود الثاني واحسب مساحه العمود السابع. مظبوط هتطلع زي بعض صح؟ طيب صح كده؟ في حد خلاص؟ العمود الثاني اهو، العمود اللي جنبه ده كام؟ مساحته طبعا طول في العرض، والسابع بكام؟ لا اللي جنبه اخر واحد الاخير اهو. دكتور لو في اكثر من اهميه لكذا عمود بنحسب مساحتهم؟ ايه؟ لا انا نقيت بعض، انا ما لقيتش كل، انا خدت فئات معينه وقررت منها. يعني انا من الجدول دوت قلت ان ايه؟ الاربعه ديت واللي فين ثانيه الاربعه ديت دي تكرار نسبه 10 ودي تكرار نسبه 10، بدون اهميتهم زي بعض. عايز اتاكد من الهيستوجرام انهم لهم نفس الاهميه، يبقى المفروض مساحتهم تطلع ايه؟ واحده. تاني انا قلت الاربعه والاربعه دي دي تكرار نسبه 1/10 ودي دي تكرار نسبه 1/10. يعني الجدول بيقول لي الاهميه النسبيه للفئه دي هي نفسها الاهميه النسبيه للفئه دي. عايز اتاكد من نفس الكلام من المدرج، يبقى المفروض لو الكلام ده صح يبقى المفروض تطلع مساحتهم واحده. طيب نفس القصه برضه ال كام وكام؟ 5 دي كام؟ 12% ودي 12%، طب كام وكام؟ 5 و6. يبقى المفروض لو الشكل بتاعي دوت مرسوم بشكل بيحافظ على الاهميه النسبيه، يبقى المفروض مساحه العمود الخامس هتساوي مساحه العمود السادس. 45 خامس وسادس صح؟ ده مساحته كام؟ 45 وده مساحته كام؟ 45. بس هو ده اللي انا عايزه. تمام. عايز اتاكد من الاهميه النسبيه اللي انت جبتها من التكرار النسبي من الجدول متحققه في شكل الهيستوجرام. شوف الفئتين اللي انت عايز تقارن بينهم، شوف الاهميه بتاعتهم. هنا الاهميه بتقول دي زي دي، يبقى المفروض لما احسب مساحه العمود الثاني تبقى هي نفسها مساحه العمود الثاني. افرض مثلا مجازا، مجازا عشان بس الناس، مثلا انا هغير شويه كده في الارقام، مثلا مجازا يعني مجازا تلعب مثلا. انا هسال سؤال بعد اذنك يا دكتور. نعم. مش هو ينفع يبان هنا من مش لازم المساحه؟ يعني انا مثلا عندي الفئه بتاع الثانيه والسبعه عندي نفس الرقم في الراسي نفس التكرار. مش ينفع برضو كده؟ مش لازم اجيب المساحه، ينفع اجيبها بالطريقه دي برضو؟ المساحه معناها انا اقول ما هي المساحه هي القاعده العامه. ما هو لا ده المنتصف، المساحه هي القاعده العامه. انا اقول لك هقول لك ايه؟ هقول لك احنا بنشتغل بالمساحه ليه؟ عشان لما اشوف جدول تجاري منتظم هيبقى كلام عن المساحه. فالمساحه هي الحاله العامه، واحنا هنا ممكن نعتبر دي كده حاله خاصه. تمام خلاص، عشان كده بتكلم عن المساحه. المساحه دي الحاله العامه، المساحه دي الحاله العامه خلاص. طيب لو قلت لك مثلا لو قلت لك مثلا الفئه دي مثلا يعني تكرارها مثلا، ما انا كده للاسف هغير طبيعه الارقام. انا مثلا عايز اغير وصلت ياما وصلتش؟ طيب ولا عايز اغير؟ وصلت. يعني انا بقول الاهميه النسبيه او الاستقرار النسبي اللي بطلعه من الجدول التكراري
لازم ينعكس في المضاربة التجريبية بالسيموية. ينعكس ازاي؟ ان الاهمية النسبية زي ما هي معكوسة في الجدول لازم تبقى زيها في المضاربة. يعني انا هوت هنا التكرار النسبي او الاهمية النسبية بتبقى التانية زي السبعة. يبقى لازم مساحة المضارب المساحة المضارب التاني زي مساحة المضارب الايه؟ السابع. مساحة العمود. مساحة العمود التاني زي مساحة العمود السابع. وبرضه بقول الاهمية النسبية للفئة الخامسة والستة مساويين. يبقى لازم مساحة العمود الخامس ومساحة العمود السادس. مساحة العمود السادس. انا هنا كلمت بيكون مساحات ليه؟ لان المساحات اذا مش مرجعية هو القاعدة الاعم اللي بحسب بيها عملية او الجدول غير منتظم. الاهمية النسبية للفئات. ماشي؟ طيب المره الجايه بقى ناخد ال ماشي يا دكتور ازاي الشيت عشان دلوقتي بعد ما بخلص لا بعد ما بخلص الرسمه ده كل حاجه بخلصها لا خلاص